نشرة الأخبار مع راوية شرف الدين وعلي الموسى. نشرة الأخبار من ATV العدالة، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأها بالعناوين. فزعة كويتية للأقصى وجمعة الغد للحديث عن أرض المسرى بالتزامن مع حملة إغاثية عاجلة. تحية تعني الإكبار لأطفال تختنق تحت ركام المباني. كل عربي يغار على أرضه. اقتراح بقانون يحظر التعامل أو الاتصال أو السفر إلى الكيان الصهيوني، ومهرجان خطابي نصرة للقضية. وجد في العدوان على قطاع غزة فرصة لتثبيت سيطرته وهو الغارق في ملفات الفساد التي تلاحقه. ومعنا في النشرة متابعة حية لآخر التطورات في الأراضي المحتلة. السماح بجلوس الزبائن بصالات المطاعم والمقاهي من 5 صباحا حتى 8 مساء. وفي النشرة، بعد مسيرة طويلة الوسط الفني يودع سمير غانم متأثرا بإصابته بكورونا. فيما تتواصل الفزعة الكويتية للأقصى وفلسطين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة ليوم الغد للحديث عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته وواجب المسلمين تجاهه وتجاه الأشقاء في فلسطين. نعم، وقال وكيل الوزارة المهندس فريد عمادي إنه قد تم توجيه خطباء المساجد بضرورة الحديث عن هذا الموضوع الجلل، وحسب الخطبة المعممة التي حملت عنوان المسجد الأقصى في قلوبنا، وذلك انطلاقا من أهمية المسجد الأقصى ومكانته في قلوب المسلمين. وأضاف عمادي أن الخطبة تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الشعبية العاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وأيضا بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية. وينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لحملة فزعة للأقصى ورئيس قطاع الموارد بالنجاة الخيرية الأستاذ عمر لثوين. نرحب فيك أستاذ عمر. بداية، متى ستنطلق الحملة وكيف يمكن المشاركة فيها؟ يا هلا ومرحبا، رحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حملة فزع الأقصى أتت استكمالا لدور الكويت تجاه القضية الفلسطينية، وتعكس الحملة محبة وتقدير أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا للنداءات التي انطلقت من المسجد الأقصى ومن المدن الفلسطينية من حوالي 10 أيام. طبعا ما يخفيك تعرض أكثر من 4 مليون إنسان لحصار ولتهجير يعني قصف، وما زال مستمر هذا القصف على أخواننا في فلسطين. فأتت هذه الحملة فزعة للأقصى، تكاتفت الجمعيات الخيرية، أكثر من 31 جمعية خيرية تحت مظلة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، لإطلاق هذه الحملة بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة الجمعة. حدثنا أستاذ عمر عن أهم الجهات المشاركة في هذه الحملة. طبعا من حوالي 3 أيام تم الاجتماع في الجمعيات الخيرية، والحمد لله رب العالمين أكثر من 30 جمعية راح يتم مشاركتها بهذه الحملة بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، وكذلك وزارة الأوقاف مشكورة دعت الخطباء إلى أن يكون توجيه للحملة في خطبة الجمعة غدا. نعم، ماذا عن طبيعة المساعدات التي تقدمونها من خلال حملة فزعة للأقصى؟ نعم، طبعا المساعدات اللي راح تقدم بإذن الله تعالى هي الدواء والغذاء والإيواء. طبعا الدواء بكامل أنواعه، إن كان مستلزمات طبية، إسعافات أولية، سيارات إسعاف،
أنهينا على الغذاء، الوجبات الغذائية، الطرود الغذائية، حليب الأطفال وغيرها من أكل منوع بإذن الله تعالى، والإيواء، دور الإيواء. والآن أكثر الناس اللي هدمت بيوتها نزحوا إلى المدارس، فالمدارس تحتاج إلى تجهيز، تحتاج إلى ترتيب وغيرها من ممكن المخيمات التي تحتاج إلى إيواء. وما هي آلية تقديم المساعدات العينية أستاذ عمر، وعن الشرائح المستهدفة في هذه الحملة؟ نعم، احنا بإذن الله تعالى راح يتم تقديم هذه المساعدات من خلال جمعيات فلسطينية مسجلة في وزارة الخارجية الكويتية في منظومة وزارة الخارجية. يتم تعاون الجمعيات الخيرية بعد انتهاء الحملة بإذن الله تعالى التواصل مع الجهات هناك وأخذ الدراسات لاعتمادها. طبعا الشرائح المستفيدة هم بالنهاية المصابين والمرضى والمهجرين وغيرهم من يحتاج المساعدة على الأراضي الفلسطينية. نعم، كل الشكر لك المتحدث الرسمي لحملة فزعة للأقصى ورئيس قطاع الموارد بنجاة الخيرية عمر لثواني. وفيما تقدم نواب اليوم باقتراح بقانون يحظر التعامل أو الاتصال أو التعاطف أو السفر إلى الكيان الصهيوني، نظم اتحاد طلبة أمريكا مهرجانا خطابيا تضامنا مع الأشقاء في فلسطين. وأكد المشاركون من نواب ونشطاء سياسيين مركزية القضية الفلسطينية داعين إلى ضرورة وقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي. تحية إجلال، تحية تحمل معنى الشرف في مقابل الخذلان، تحية تعني الإكبار في مقابل الذل والهوان لمن سولت له نفسه بيع هذه القضية والارتماء في أحضان الصهاينة المحتلين الإرهابيين اللي يجسدون كل معاني الشر الإنساني اليوم على وجه الأرض. ولمن يتخفى خلف منطقة وعقلنا يبدوان سخيفين وفارغين لأطفال تختنق تحت ركام المباني، أنتم سلاح في يد القوى العظمى القمعية اللي تحسبها هكذا بالقلم والمسطرة، غير آخذة بعين الاعتبار هذا الوعي وتلك الروح وذاك الضمير وذلك الإصرار. إصرار يمضي خلافاً حتى للرغبة في الحياة، إصرار يرحب بالموت في سبيل الأرض. هي قضية كل عربي يغار على أرضه، هي قضية كل إنسان يستنكر المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية من قبل العصابات الصهيونية. باختصار، قضية فلسطين صارت قضية العالم أجمع. فتحية لشعب يقاوم العصابات الصهيونية من أجل التمسك بأرضه. هذه القضية الإنسانية والقومية والدينية والعروبية، وقبل كل ذلك نشتري هذه القضية القريبة إلى قلوبنا، فنضع نحن كطلبة وكأبناء الكويت يدنا بيد أخواننا الأبطال الأحرار في فلسطين، ونقول بصوت واحد لكل فلسطيني: نحن معكم. الرسالة اللي لازم توصل اليوم أن موقف الشعب الكويتي واضح، لا يشكك فيه ولا يزايد عليه، ونحن فخورين وملتزمين بالمرسوم الأميري صادر سنة 67 اللي نص على إعلان حالة الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة. فشكراً للثابتين على مواقفهم، وشكراً لكل من استنكر هذه الأفعال ولو حتى بتغريدة. مظاهرات في كل مكان وفي كل البلدان، الكل يناصر القضية الفلسطينية. أيضاً يعني أغلب الولايات في أمريكا، المدن الأوروبية، في أفريقيا، في أستراليا، كل مكان العالم يناصر القضية الفلسطينية. حتى الفنانين العالميين واللاعبين وغيرهم يناصرون القضية. هذا اليوم الشيء هو ما دعانا اليوم في هذه الغرفة، ما دعا الشباب اللي موجودين في اتحاد الطلبة في أمريكا ولا في أي مكان في العالم، أن يأتون ويتجمعون ويتكلمون عن هذه الوقفة، عن قضية إخوانهم يمكن هم ما شافوها، ولا أحد فيهم زار بيت المقدس ولا زار فلسطين. كنا وما زلنا ندافع عنه، نشأنا في وطن يدافع عن القضية ويعتبرها جزء لا يتجزأ من حدوده، لأن من يعتقد بأن نصرته في هذه التفرقة وأن من يحمي حدود الإقليمية بالتنازل
عن الحدود اللي خارجه عن وطنه بأنه يحمي بيته فهو مخطئ. وفي السياق، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، قال إن الكويت دعمت بقوة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامية لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان. أضاف الغنيم أن الجلسة التي ستعقد في 27 من مايو الجاري ستتناول الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وكيف انتهك الكيان الإسرائيلي القوى القائمة بالاحتلال كل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، موضحا أن الكويت بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة تمكنت من حشد النصاب القانوني المطلوب لعقد تلك الجلسة الخاصة، والتي ستكون فرصة لإظهار وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية. ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة مخلفة المزيد من الضحايا في الأرواح والممتلكات في ظل حديث عن تهدئة وشيكة. مراسلنا نظير فالح من الأراضي الفلسطينية المحتلة يضعنا بآخر المستجدات في هذا التقرير. لليوم 11 على التوالي يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا ليدمر المزيد من المنازل والمنشآت ويوقع المزيد من الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الآمنين في بيوتهم. يهدف إلى محاولة فرض وقائع على الأرض سواء في مدينة القدس أو في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة. هذه الوقائع التي يعتقد أنها يمكن أن تغير من ما يقوم به الاحتلال في سياق إخضاع شعبنا أو كسائر ذاته. والأمر الثاني بالتأكيد نتنياهو يحاول تصعيد هذه الأزمة في هذا التوقيت من خلال فشله في عملية تشكيل الحكومة الاحتلال بعد الانتخابات الرابعة، وإفشال أي تشكيل أي حكومة هربا من محاكمته ومسألته أمام جرائم المرفوعة ضده داخل الاحتلال. لذلك هو يحاول التصعيد الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في محاولة الهروب من كل هذه الاستحقاقات، ويحاول خلط الأوراق في الوضع الفلسطيني. ووفق مصادر رسمية، فقد شنت طائرات الاحتلال ومدفعياته وبوارجه الحربية أكثر من 1800 غارة واعتداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقد استهدفت هذه الغارات مختلف مناطق القطاع وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقرات الحكومية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية. إسرائيل تقوم بجرائم حرب في قطاع غزة، مجازر دموية ترتكبها بحق المدينة العزل في جريمة تمعن فيها في استهداف الأبراج والبيوت، يتم هدم البيوت على رؤوس أصحابها، العشرات من الأطفال والنساء تم قتلهم وتقطيع أشلائهم بفعل هذه الهجمات وهذا العدوان الهمجي الذي تمارسه دولة الاحتلال. أنا أعتقد أن ما يجري يرتقي لجريمة حرب، آن الأوان لإرادة دولية حقيقية من أجل فرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وسحب الغطاء الشرعية الدولية عنها وفرض العقوبات عليها. وقد خلف العدوان الإسرائيلي واقعا إنسانيا صعبا، سيما مع نزوح أكثر من 100,000 مواطن من منازلهم بسبب القصف وتعرض أكثر من 1300 وحدة سكنية ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 13,000 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئية جراء القصف الهمجي المتواصل على قطاع غزة. رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وجد في العدوان على قطاع غزة فرصة لتثبيت سيطرته وهو الغارق في ملفات الفساد التي تلاحقه. نظير الفالح، ATV العدالة، الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعود مجددا إلى الشأن المحلي، ومع حزمة من التوصيات أصدرتها اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الإشراطات الصحية، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وأعلن رئيس اللجنة ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي السماح بجلوس الزبائن بصلاة المطاعم والمقاهي من الساعة 5 صباحا حتى 8 مساء، والسماح بعد ذلك باستلام الطلبات الخارجية فقط دون البقاء بالداخل أو خدمة التوصيل، مع الالتزام بتطبيق الإشراطات الصحية. وقال المنفوحي إن عودة مزاولة أنشطة المطاعم والمقاهي ستكون محل تقييم مراعاة للوضع الوبائي الذي على ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات تزامنا مع التدرج في العودة للحياة الطبيعية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن عيادة المسافر ستواصل عملها طيلة أيام الأسبوع اعتبارا من يوم غد الجمعة في مركز التطعيم بمركز الطب الإسلامي في منطقة الصباح الطبية التخصصية التي تستقبل مرضى العلاج بالخارج والمبتعثين والدارسين بالخارج، وذلك للحصول على اللقاحات بعد تقديم ما يثبت ذلك. قال مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور أحمد الشطي إن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على الطلبة لمتابعة دراستهم، وعلى المسافرين المرضى للعلاج بالخارج لاختصار إجراءات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هذا وتشهد مراكز التطعيم ارتفاعا في مؤشر الإقبال على لقاح كوفيد-19. كذلك عزز ارتباط السفر وممارسة بعض الأنشطة بأخذ اللقاح عزز من الإقبال على مراكز التطعيم. موفق العرقان والتقرير التالي. سعيا للوصول للمناعة المجتمعية، وبعد أن أصبح التحصين ضد فيروس كورونا مفتاحا للتنقل ومرتبطا بالعديد من القرارات الصادرة مؤخرا، نشهد في مراكز الكويت للتطعيم تزايدا من المراجعين لتلقي الجرعات. أنا أثق بالعلم صراحة، أثق بالعلم وأثق بالوزارة أيضا، لأنه الوزارة الصحة ما ممكن الأمر يكون لعبة أو أمر أنه يضر بالمواطن أو المقيم. والحل الوحيد أصبح الآن مع يعني تطور موضوع الفيروس، يعني نحن كمدرسين تعرف لأنه عندنا مدارس، فيعني الوزارة مشكورة قدمت لنا التطعيم في هذا الوقت قبل دخول المدارس إن شاء الله تعالى. هذه الجرعة الثانية، الجرعة الأولى أنا خذيت لقاح فايزر، كانت الجرعة الأولى قبل 3 أسابيع قبل لا ينزل اللي هو قرار إنه يصير 5 أسابيع أعتقد. اللي طعم هو قاعد يحافظ على سلامة نفسه، قاعد يحمي نفسه، واللي ما طعم يعني يطعم. يعني الحين أنت ما تقدر تسافر إذا مو ماخذ التطعيم. إحنا توقعنا أمس إن حتى المطاعم ما تقدر تدخل إلا إذا راح تأخذ التطعيم، فيعني يمكن مستقبلا يكون كل شيء له علاقة بالتطعيم، فالأفضل إنه يكون في يعني خطوات إن الناس تروح تطعم. طبعا القرارات ساهمت بشكل كبير على الناس إنها تطعم، فصار كل شيء مرتبط بالتطعيم، لازم إذا بندس سينما لازم نطعم، إذا بنسافر لازم نطعم، فساهمت إن الناس كثير حتى ما كان بالهم يطعمون طعموا. أول شيء بمطار بسافر لندن، أهم شيء لندن. كل الناس لازم تطعم وإن شاء الله خير، ونشكر طريقة كتير سريعة وكله بتدابير كتير منيحة. التطعيم هو شيء لازم حد يعني كنا ناخده من زمان ومناخده الحين، فطلع التطعيم ولازم ناخده، فحتى لو في بعض القرارات يمكن متاخدة التطعيم أنا بحس ضروري، يعني هذا رأي شخصي. ما خلانا نروح السينما، لازم للتطعيم، وما ما قدرت تمشي تروح يمين ولا يسار بتمطعم. سافر وناس والروح والجايه كلها. امورنا طيبه وعسى الله يعطيكم الصحه والعافيه، والتطعيم زين ان شاء الله، يحمي الواحد عن لا يدخل العنايه وعن الامراض المزمله، والله ان شاء الله يمنعنا ويمنعكم من الامراض يا ابوي. هذه الجرعه الاولى والثانيه؟ لا هذه الثانيه اخر جرعه، اروح واجي عادي، يعني اذا بغيت اسافر اذا بغيت شيء، عسى الله يتمم علينا الصحه والعافيه ويزيل عنا هالوبا احنا وياكم وجميع مسلم يا رب. الحمد لله الإجراءات اللي معمول في الحكومة أحسن كثير، ويعطيك العافية أنه شباب أنتم ما قصروا فيه، ويأتي الاهتمام لكل الجميع، لجميع المواطنين وجميع يعني جماعة من الخارج من الأجانب. طبعا الواحد يسافر يروح يجي يعني يظل مرتاح، يظل مستانس، يعني ما يخاف من مرض، يخاف من شيء، يخاف من هذا. الواحد
يظل محصن. جيت المره الماضيه كان شويه اخف من الحين يعني هالساعتين العالم صارت اكثر يعني. اذا في سفر في هذا يسافر، واذا ما في سفر يقعد ببيته، وزاد ياخذ حذر وزاد من يروح ينقل الناس ثانيه يعني. يجوز انا ما ياثر معايا بس ياثر على ناس ثانيه يعني. في ناس وايد قبلت على اللقاح يعني، انا اعرف ناس كانت رافضه تاخذ اللقاح، بعد القرارات صارت تبي تسجل وتاخذ اللقاح. عن عمر ناهز 84 عاما توفي اليوم الفنان المصري سمير غانم داخل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان الفنان الراحل سمير غانم قد دخل العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات كورونا، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي خلال الأيام الماضية. وقدم الراحل أكثر من 300 عمل فني، وكان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار زوجته دلال عبد العزيز وابنتهما إيمي سمير غانم. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. البورصة تغلق تعاملات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام. أهلا بكم. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 4.7 نقطة. نعم، وتم تداول كمية أسهم بلغت 536,900,000 سهم بقيمة نقدية بلغت 62,190,000 دينار، تمت عبر 16,133 صفقة. هذا وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6.10 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 4.20 نقطة. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أن سعر سلة خامتها تراجع بأكثر من دولارين للبرميل ليستقر عند 65 دولارا و95 سنتا للبرميل. في غضون ذلك ارتفعت أسعار خامات النفط العالمية على نحو طفيف بعد يومين من الخسائر، ما يعكس تباين التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي. ويتوقع المحللون الاقتصاديون استعادة الطلب على النفط عافيته في ضوء إعلان دول كثيرة في العالم إنهاء قيود كورونا. النشرة متواصلة وفيها بعد قليل. سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا. جديد أهلا بكم. توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على موناكو في المباراة النهائية بهدفين نظيفين. وسجل الهدف الأول للفريق الباريسي المهاجم إيكاردي في الدقيقة 19 من عمر المباراة. وفي الشوط الثاني حسم كيليان إمبابي نتيجة اللقاء بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81. وبهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده في المسابقة إلى 14 لقبا، معززا رقمه القياسي أمام مرسيليا صاحب العشرة ألقاب. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، أيضا يمكنكم مشاركتنا بأرائكم وقضاياكم ومناشداتكم عبر مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب ضمن فقرة تفاعلات. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.